السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله متتبعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات. اليوم سنقدم لكم شرح حول كيفية جعل غمازات السيارة تعمل بالتناوب، وأقصد هنا في العادة يوجد مصباح إشارة في مقدمة السيارة وآخر في مؤخرتها، وفي بعض السيارات يوجد مصباح آخر إضافي بجانب السيارة يعمل هو الآخر كمصباح إشارة، وفي بعض السيارات يوجد في المرآة العاكسة لباب السائق والباب الجانبي الآخر. أنا ما أريد فعله هو جعل هذا المصباح يعمل بالتناوب مع المصابيح الأمامية والخلفية، بمعنى لما يشتغل المصباح الأمامي والخلفي ينطفئ المصباح الجانبي والعكس، وهذه الخاصية غير موجودة في معظم السيارات، ولهذا أردت أن أطرحها لكم في هذا الموضوع. كل ما يتوجب علينا فعله هو إحضار هذا الريليه، طبعا يكون موجود في السيارة. هذا الريليه هو الخاص بالإشارة، تجد به فقط 3 مخارج، ووضعت عنه شرح سابقا وبالتفصيل، سأضع لكم رابط الفيديو أسفل هذا الفيديو. لو نلاحظ هنا 31 وهنا 49 و 49A، هذا 49A. هنا ليشتغل هذا الريليه إخواني، لأن الكثير منا يظن أن الريليه عندما تقوم بتركيب مصباح مثلا بواطية 10 واط مثلا ومصباح ب3 واط أو 5 واط يشتغل بسرعة، وهذا لن يفي بالغرض إخواني، لأن يقول لك هنا في هذا الريليه لكي يشتغل بكل حمله يجب أن يكون البطارية 12 فولت على الأقل، يقول لك من 2 إلى 4 مصابيح ذو قيمة 21 واط. يعني عندما أحضر هذا المصباح مثلا، هنا غير واضحة، هذا واضحة عليه، لنلاحظ هنا 12 فولت 21 واط، يعني 21 واط، والواحد 21 واط لكي يشتغل بكفاءة عالية. سأريكم كيف يتم ذلك وكيف يتم التركيب. هنا قلنا 31A، 31، 49، 49A. للتركيب نحضر بطارية 12 فولت، هاته هي، نقوم بتركيب الموجب الخاص بها ب49، و31 نقوم بتركيبه بسالب البطارية. فهذا يركب إخواني. نأتي بالمصباح، نقوم بتركيب 49A بطرف المصباح، والطرف الآخر للمصباح نقوم بتركيبه بسالب. لو نلاحظ كيف يشتغل، لكن من المفروض أن يكون أثقل من هذا في عملية الاشتغال. لو نأتي مثلا بمصباح آخر، هذا 5 واط، مصباح 5 واط، هنا تظهر 12 فولت 5 واط. إذا قمت بتركيبه انظر كيف سيشتغل، سيشتغل هو الآخر بسرعة. لماذا؟ لأن قلنا يجب الريليق يقول في الكتابة علي، يقول يجب أن يكون على الأقل 2 من 21 واط. سأقوم بتركيب هذا 21 واط، انظروا هنا تحقق الشرط، ولهذا أصبح يعمل بالكفاءة اللازمة له. سأقوم بتركيبه هو الآخر، بهذا الشكل يكون مركب بالسيارة. ثم نضيف في السيارات العادية، يكون هذا الآخر مركب هو الآخر بهذا الشكل معه، فقط على التسلسل على التفرع. انظروا، لكن أنا أريده يشتغل، هذا أريده ينطفئ ويشتغلان، هذا هو العكس. ما الذي سأفعله؟ سأتي بريليه، ها هو، سأقوم بإطفاء سأتي بريليه ذو 5 أسلاك، يجب أن يكون ذو 5 أسلاك، أي
خمسة مخارج وليس الأربعة. يوجد هنا طرف به 30 والمقابل 87 والوسط 87 أ، وهذا الطرف 85 والطرف هذا 86. ما الذي سنقوم به؟ سنقوم بتركيب الطرف، سأقوم بتفكيك هذا السلك، هذا المصباح الصغير سأقوم بنزعه. هذه هي التركيبة لو نلاحظها. قلنا فقط 49 موجبة و 31 سالب، يربط هنا سالب سالب المصابيح وهنا موجب المصابيح. يتبقى لنا كيف نقوم بربط هذا. فقط آتي بالرقم 30 أقوم بتركيبه مع موجب البطارية بهذا الشكل، ثم النقطة 86 أقوم بتركيبها كذلك مع موجب البطارية بهذا الشكل، ثم نحضر 87 نقوم بتركيبها مع المصباح، مع طرف المصباح. والطرف الآخر للمصباح أقوم بتركيبه مع السالب. بهذا الشكل. يتبقى لنا الآن السلك 85 نقوم بتركيبه مع 49 أ. هنا بهذا الشكل، ثم نضع الكهرباء أو البطارية سالب البطارية. انظروا إخواني، هذه الدارة طلبها مني الكثير، وهكذا هي تركب إخواني بهذا الشكل. انظروا، لمن أراد أن يعملها في سيارته. طبعا سأقوم بنزع الموجب. هنا يقول بعض هل هذه التركيبة موجودة في السيارات التي يأتي بها أصلا؟ هذا مركب. لا يا إخواني، هذا الريليه لا يكون مركب ولا يكون موجود بالسيارات التي بها هذه العملية. لماذا؟ لأن يا إخواني سأقوم بنزع هذا المصباح الذي أضفناه، وهذا الريليه كذلك سأقوم بنزعه. فقط أضفت لكم هذا الريلي كي تتعلمون كيف يتم فصل الكهرباء من هذا هو، وعندما يعطي الكهرباء هذا الريلي، عندما يأتي لي يعطي هذا، يكون هذا المصباحان انطفاء ويشتغل هذا والعكس. ها وقمنا بتنزيع هذه، ثم تركناهما كما كان بهذا الشكل، ثم أرجع الكهرباء. انظروا ما الذي أفعله هنا. عندما تأتي بهذا المصباح، هذا هو هذا المصباح، هل أستطيع تركيبه هنا فقط بهذه الإسلاك ويشتغل بالعكس؟ طبعا إخواني نعم، أستطيع تركيبه تركيبة هنا سيشتغل، ينطفئ هذا ويشتغل هو والعكس. كيف ذلك؟ فقط السلك الأسود أقوم بتركيبه مع مجموع المصابيح بالسلك الأخضر الخارج من 49 أ. بهذا الشكل. والسلك المتبقي نقوم بتركيبه بالنقطة 49. ها هي التركيبة إخوان بدون ريليه. فقد تعمدت تركيب الريليه حتى تعرفوا أن الريليه هذا هو كذلك له دور. هنا إذا ما الذي يحدث بهذا الريليه؟ هنا عندما تذهب الكهرباء من هذا 49 أ فإنها تتحول إلى سالبة ويشتغل. انظروا، بهذا الشكل إخواني
يشتغل المصباح لمن أراد تركيبه بهذه التركيبة. يعني عندما أنت تريد تركيبه بالدارة تركبه بهذه الطريقة. نرجو أن تكون هذه الدارة واضحة لكم. وضوح الشمس يعني تقريبا إذا تتبعتها من الأول ستفهمها. نرجو أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. نرجو الاشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني وتفعيل خاصية الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.